فاتتني شويه في الاميونتي، بعد كده ندخل على اللي هو النيرف والمصر. في حاجه اسمها اميون ريسبونس، اميون ريسبونس اللي هو اللي برضه الاميون ريسبونس دي اللي هي يا شباب اللي هي المجابهه او الايه، ان يدخل انتيجين لازم مين؟ لازم يحصل حاجه اسمها اكتيفيشن لمين؟ اكتيفيشن سواء للبي، انا بتكلم على اكوارد اميونيتي للبي لمفوسايت او للتي لمفوسايت. وطبعا بيبقى في ساعات اسمها ميموري سيلز، الميموري سيل دي بتخلي مين؟ بتخلي الاستجابه للميكروب لو دخل المره الثانيه تبقى سريعه ولا بطيئه؟ سريعه طبعا واقوى. ف تايبز اوف اميون ريسبونس، تايبز اوف اميون ريسبونس اللي هي الكونفرونتيشن، كونفرونتيشن معناها المواجهه، المواجهه. المواجهه في انتيجين دخل في جسمك، ايه بقى ايه الاستجابه المناعيه بتاعتك؟ ايه اللي هيحصل؟ ففي بقى يعني اللي هو هل الانتيجين ده داخل اول مره ولا لتاني مره؟ تفرق. هنقول ان هو داخل اول مره، وبالتالي تبقى دي شباب استجابه الجسم او جهاز المناعه له هتبقى اسمها برايمري ريسبونس، برايمري اميون ريسبونس. طب دخل بقى للمره الثانيه سكندري. فاحنا عشان نفهمها ببساطه خالص بنرسم مثلا منحنى اهوت. المنحنى ده بيعمل علاقه ما بين اللي هو الخط اللي هو الهوريزونتال ده اللي هو الافقي، ده اللي هو الدايز الايام يعني، وده اللي هو التتر، التتر اوف انتي بادي، بلاش كلمه التتر دي، كونسنتريشن اوف انتي بادي، اوف انتي بادز طبعا ان بلاد طبعا الدم، التركيز يعني ماشي خلاص. فجينا هنا مثلا علشان انتم شايفين الدنيا ماشيه ازاي، هنا عملنا مكتوب عندكم حاجه اسمها انجكشن اوف انتيجين خلاص. ده اللي هو يعني ده الفيرست اول مره، اول مره كان بيحقن مثلا انتيجين او ميكروب مثلا. فايه اللي بنيجي بنشوف بقى ايه الانتيبادي اللي هيزيد في الدم، انهي نوع وهيزيد قد ايه. ف ده البدايه، هي البدايه دي يا شباب دايما بنسميها حاجه اسمها الستارت يعني او الانست. ها بعد كده اللي حصل، عدى كذا يوم، كذا يوم مثلا، ده مثلا 10 ايام، ده 20 يوم، دي 30 يوم، 40 يوم، وهكذا مثلا. مهم. فانا حقنت هنا لقيت الايه، لقيت في بقيس كده، لقيت في انتي بادي بعد 15 يوم مثلا، لقيته بدا ايه، بدا يعلى، بدا يعلى وينزل على طول، ونزل على طول ما قعدش فتره ايه. جينا عملنا مين؟ جينا عملنا انجكشن لمين؟ اللي هو السكند بقى، سكند انجكشن اوف انتيجين ميكروب مثلا معين، طبعا ديد ميكروب، ديد اللي هو الفاكسين يعني، كانوا في فاكسين. لقينا ايه اللي حصل؟ خلي بالكم، شوف هنا ده البدايه، ده بدايه ايه؟ بدايه دخول الميكروب جسمك مثلا. الاميون ريسبونس اللي هو الانتي بادي بدا يرتفع بعد ايه؟ بعد مثلا حوالي 15 يوم مثلا، مثلا ماشي خلاص. هنا الانتي بادي ارتفع بعد مرور مثلا وليكن 3 ايام، وارتفع فتره ايه؟ ارتفع قصدي مستوى عالي جدا، والفتره ايه يعني، شوف ده ارتفع بس نزل بسرعه، ده فتره طويله. ده بنسميه بقى، ده اللي هو بنسميه برايمري اميون ريسبونس. طب والارتفاع الثاني ده بنسميه سكندري
اميون ريسبونس. طيب يبقى انا عندي في حاجه اسمها مين، قولوا معايا انها احطها مقارنه، برايمري اميون ريسبونس وسكند اميون ريسبونس. مين اللي هي البدايه بتاعتها كانت متاخره والبدايه بتاعتها كانت سريعه؟ دي ده البرايمري اميون ريسبونس بيبقى ديليد اونست. يعني ايه ديليد اونست؟ ديليد يعني متاخر، هو بيقعد يشوف 15 يوم بعد الانجكشن. هنا على طول بعد مثلا بعد 3 ايام شوف دي الفتره دي يا شباب اهو، عشان الفتره دي اللي هي حتى نسميها حاجه اسمها ليتنت، ايه ليتنت بيريود، فتره خمول يعني. فدي يعتبر فتره طويله، دي فتره ميها قصيره. الديليت اونست ده رابيد مين؟ رابيد اونست او لونج ليتنت بيريود، ده شورت ليتنت ايه بيريود. ماشي. طيب نيجي بعد كده الليفل بتاع الانتي بادي، الليفل بتاع الانتي بادي ده هيبقى مين؟ لو كونسنتريشن اوف مين؟ انتي بادي. ده هيبقى مين؟ هاي كونسنتريشن انتي بادي. خلاص. طيب كمان يا شباب احنا عايزين نشوف، وده سؤال بيجي في الامتحان دايما بيجي، مين الانتي بادي اللي بيظهر في الايه في البدايه في اللي هو البرايم ايمون ريسبونس؟ اللي هو اي جي ام. اي جي ام خلي بالكم بقى، ده سؤال بيجي في الامتحان، بقول لك ايه اللي مسؤول عن البرايمر ايمون ريسبونس او مين الانتي بادي اللي بيعلى اثناء، هتقول اي جي ام. ده يا شباب بيبقى مين؟ يعني ده اي جي ام، ده اي جي جي. اي جي جي معايا؟ ده طبعا بيبقى شورت ديوريشن، يعني زي ما انتم شايفين هو بيقعد فتره صراحه، ده بيبقى ايه لونج ايه ديوريشن، ده شورت ديوريشن، ده لونج ديوريشن. طيب ماشي، الاستجابه المناعيه كانت احسن في البرايمري ولا في السكندري؟ الاستجابه المناعيه احسن في السكندري. ليه بقى؟ ليه ديو تو بريزنس اوف مين بقى؟ لان في اول مره ما كانش لسه اتكون حاجه اسمها ميموري ايه سيلز، لما اتكونت بقى ميموري سيلز فاصبح اللي ايه تعرفت على الانتيجين بسرعه ولا ببطء؟ بسرعه. ماشي. والاكتيفيتي بتاع البلازما سيلز زاد بسرعه. المهم ده ديو تو بريزنس اوف مين؟ اوف ميموري سيلز. هو ده اللي عمل مين؟ عمل فرق. بس خلاص، بس زي ما قلنا دي اللي تركزوا عليها شويه في الاسئله. الاي جي ام هو المسؤول عن البرايمري ريسبونس، والاي جي هو المسؤول عن سكندري ريسبونس، بس مش اكتر من كده.